وقف اطلاق النار هو مطلب لكل الاهالي المحاصرين وكل الاهالي اللي انتفضوا على هذا النظام الظالم. طبعا هاي الوقف اطلاق نار سيعري النظام وسيعري جرائمه وسيعري كل من وقف معه ضد هذا الشعب الابي الذي وقف فقط لينال الحريه. نحن مع هذا الموقف ولكن بدون ان نتنازل عن اي موقف من مواقفنا ثورتنا الابيه. وهذا يعني ان كان يدل على انه نريد نحن وقف الحقن وقف وحقن الدماء المسلمين. صفاتهم الغدر. نحن نامل انه ان شاء الله وقف اطلاق النار، بس هدول من صفاتهم الغدر. ان شاء الله خير. وقف اطلاق النار اللي حصل في الغوطه وبكامل سوريا نامل الله سبحانه وتعالى، نحن مع وقف اطلاق النار والحل السلمي، ولكن نقول سنظل حذرين من هذه الميليشيات والنظام الأسدي، سنظل واقفين وستظل أيادينا على الزناد حتى يخرج آخر ميليشي من هذا الوطن، وسنقتل كل غادر وسنحاسب كل مجرم على الذي فعله فينا، ولن نتهاون ولن نتراجع بإذن الله عن هذه الثورة، وسنظل مستمرين إلى آخر قطرة دم من دمائنا. نحن منهني على وقف اطلاق النار، ولكن لن نحاز عن ثورتنا حتى اسقاط اخر النظام واخر ميليشيات الاسد واعوانه جميعا. الله ارحل يا بشار، لك يلا ارحل يا بشار، لك يلا ارحل يا بشار.